السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليق جوردييلا عن صفقة محرز وسوق الانتقالات. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك، وتعالوا نشوف ماذا يقول. يا ريت إخواتي الاشتراك وشكرا للجميع. جوردييلا تعليقا على صفقة محرز: السعودية غيرت سوق الانتقالات. اعتبر المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي جوردييلا إن السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات في إطار سعيها لتأسيس دوري قوي، وذلك تعليقا على انتقال الجناح الجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة. وأجاب جوردييلا عند سؤاله عما إذا كان يرغب في بقاء محرز مع سيتي، بالتأكيد، يقول: بالتأكيد استمتعت بالعمل معه وعلاقتنا كانت استثنائية. وأضاف: السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات، قبل أشهر كان رونالدو هو الوحيد الذي انتقل، ولم يتخيل أحد أن يرحل هذا العدد من اللاعبين البارزين إلى السعودية. وتابع بيب جوردييلا: أعتقد أن المزيد من اللاعبين سينتقلون في المستقبل، وهذا من يجب على الأندية إدراكه. رياض تلقى عرضا خياليا، لهذا السبب لم نستطع أن نطلب منه رفضه. وقدرت وسائل إعلام صفقة انتقال محرز بنحو 35 مليون يورو، ما يعادل 38 مليون دولار، بالإضافة إلى 5 ملايين مكافآت. وقال المدرب الإسباني: السعودية تريد تأسيس بطولة دوري قوي، وحتى الآن ناجحة في ذلك. في الوقت الحالي لا نعلم إلى متى يمكن لها الحفاظ على ذلك، لكن الشعور أن الأمر سيستمر لفترة. اللاعبون يريدون خوض هذه التجربة للعب في هذا الدوري، وهم قادرون على ذلك. هذا ما قاله جوردييلا مدرب فريق مانشستر سيتي، الفريق الذي كان فيه محرز سابقا، والآن محرز بفريق الأهلي السعودي. ما رأيكم أنتم؟ أتمنى وضع اللايك والاشتراك، وشكرا للجميع.